ضايعة منقول ساج منبلش بالساجات كشك كشك وبعدورة عجينة ريحتها كتير حلوة والكشكات روعة يلا ان شاء الله يتأخروا المعزيم زعتر نيكست عجينة لونها مش أبيض على الآخر أنا أكيد خليط اثنين ما هو حتى مثل البرفان لا اللي وراء واو اللي وراء عن جد كتير كتير سبيسيال احلى طيب الزعترات طيبين لا هيك تبليش لعبة اهلا وسهلا ببيت الجبل افون بريمير قبل ما يجوا كل المعازيم هنديه اسيويه حرات شو بالشر وحرات او ماي جاد هاي الاشياء اللي فيها كل الفات الهيون بشي هونيك بطل لا بيعرف ياكل بيعرف يطعمل شوي فات اوف سوبر حموضة روعة
والجلد تبعني تخيل الجلد قديش فيها طعم قديش فيها قرشة قديش فيها فات. بتموت بتموت كثير طيبة كثير 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 طيبة فيها نفس فيها احساس فيها طعم فيها بهارات فيها دمع amazing هاي الموزة كثير طيبة شو هاي زبدة او شو؟ او ماي جاد عم يقرب يخسر وبده يعزم الثاني بيخسر لك مش طيبين شو بدكم بالشغلة؟ بلاها بلاها في ورق عنب للكل الساج كثير طيب